بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من برنامج الاشبال. ان شاء الله النهارده عندنا حلقه مميزه، هيكون فيها ضيف النهارده في الجزء الثاني الكابتن معتز اينو، المدرب العام لفريق 2001 واخر استعدادات فريق 2001 للموسم الجديد. قبل ما نبتدي حلقتنا ونتكلم عن اخبار الناشئين في الصحف والمواقع، حابب بس اوجه كلمه للاعبي النادي الاهلي والفريق الاول لكره القدم. طبعا ببارك لهم على الوصول للمباراه النهائيه، متبقي 10 ايام على المباراه النهائيه. بفضل الله والحمد لله النادي الاهلي اصبح طرف في هذه المباراه بعد اداء وعرض قوي جدا امام الوداد في المباراه الاولى في المغرب وفي المباراه الثانيه في استاد القاهره. لاعبي النادي الاهلي كانوا على قدر المسؤوليه، لكن من هنا عايز افكر لاعبي النادي الاهلي بوعد وعدوه لكل الجمهور بصوره وبتجمع، يا ريت مخرجنا يعرضها لنا دلوقتي. عايزين نفكر لاعبي النادي الاهلي بالوعد اللي وعدوه لكل جمهور النادي الاهلي، صوره هتكون معانا. علشان الوعد ده، وزي ما بيقولوا وعد الحر الدين عليه، الفتره اللي جايه فتره مهمه. اللقطات دي كانت من مباراه سان داونز، المباراه اللي احنا خرجنا فيها امام سان داونز من بطوله افريقيا، البطوله السابقه، لما اتهزمنا من سان داونز 5 في ملعب سان داونز، والمباراة الثانية لما فزنا في استاد برج العرب 1-0. دي التجمع واللقطة دي كانت للاعبي النادي الأهلي، ووعدوا الجمهور وقتها وانت في عز الوقت الصعب وانت بتخرج من البطولة. كنا بنشوف جمهور النادي الأهلي مالي استاد برج العرب، وكان الجمهور عنده ثقة كبيرة في كل لاعبي النادي الأهلي. وقتها اللعيبة اتجمعت وتلفت في وسط الملعب، وعدوا الجمهور ان شاء الله هيبقى عندنا تحدي كبير ومسؤولية كبيرة، وهنقدر نفرحكم خلال الفترة اللي جاية. الحمد لله النادي الاهلي اصبح طرف. خلال 10 ايام اللي جايين، وهم 10 ايام مهمين جدا جدا جدا، المسؤوليه بتبتدي فيها من خارج الملعب، من قبل الملعب او قبل التدريب او قبل المباراه. كل لعيب لازم يحافظ على نفسه، على صحته، على التزامه، على وزنه، على تدريبه، وايضا على حياته الخارجيه. لا قدر الله لو واحد عنده شويه اهمال في حياته الخارجيه، لا قدر الله ممكن فيروس كورونا يستبعد من المباراة ويكون عنصر مهم ومؤثر ويفقده النادي الأهلي في مباراة مهمة. علشان كده النهاردة مسؤولية كبيرة على لاعبي النادي الأهلي. محدش ضامن طبعا المكسب في المباراة النهائية، لكن احنا دايما بنقول ناخد بالأسباب. الأسباب، وافتكروا معايا أول مباراة في البطولة الأفريقية كانت أمام النجم الساحلي، وأنت بتخسر أمام النجم الساحلي وأنت ناقص واحد في الملعب، الناس كلها طلعت وحيت لاعبي النادي الأهلي وقتها على الأداء وعلى الروح وعلى الجدعنة وعلى الالتزام. ده اللي احنا عايزين نشوفه خلال 10 أيام، علشان ربنا إن شاء الله يكرمنا في المباراة النهائية ونقدر تفرحوا كل جمهور النادي الأهلي.